ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة الموضوعات او المعلومات القانونية واللي بيقدمها موقع نقابة المحامين، واللي من خلاله بنقدم مجموعة من الافكار او من المقترحات او من الموضوعات اللي بتهم شباب المحامين، واللي من خلالها بيقدروا يرجعوا ليها كمرجع قانوني او اجتماعي او ثقافي لزيادة الوعي الثقافي لدى شباب المحامين. دايما بنتكلم عن الموضوعات مع التأسيس القانوني، لكن احيانا بيكون في بعض الموضوعات محتاجين نتكلم فيها باعتبارها من الموضوعات المهمة ومن الثقافة القانونية اللازمة لممارسة العمل بمهنة المحاماة دون ان يكون لها سند قانوني، وانما لها سند اجتماعي او سند تربوي او سند اخلاقي. هي الامور المتعلقة بكيفية التعامل مع الهيئات القضائية. هل التعامل مع الهيئات القضائية له ضوابط قانونية، له أصول، له أعراف قضائية، له قواعد متعارف عليها؟ بالفعل نعم، لكنها قواعد غير مكتوبة، هي ما توارثته الأجيال من التعامل ومن الثقافة القانونية. احنا عارفين أن المحامين، القضاء الواقف والقضاء الجالس، قضاة المحاكم، أننا شركاء في تحقيق العدالة، ولذلك إذا ما أردت التعامل مع عضو هيئة قضائية احرص أن تتعامل معه بشكل قانوني. يعني تقدم الطلب رسمي وتاخد التأشيرة رسمي، ما تسعاش وراء أنك تطلب طلباتك بشكل ودي عشان ما يحرجكش أو يرفض ده أو يحرجك قدام موكلك أو يتعامل معك بصورة غير لائقة. بلاش تضع نفسك بنفسك في موضع الشك والريبة قدامه، بلاش تضع نفسك بنفسك في مواضع الإحراج والخجل وانت بتتعامل معاه. ما تطلبش حاجة لنفسك ولا تطلب لموكلك حاجة الا رسمي، واذا كان القانون بيديك الحق ده وفقا لتعليمات النيابة العامة هو بشكل رسمي مكتوب بعد سداد الرسمي. احرص دايما انك لما تيجي تدخل لاحد اعضاء الهيئات القضائية انك تقدم كارنيهك ويكون ساري وفي نفس السنة، ودايما تعاملك يكون في نطاق الاحترام والادب والالتزام. وإذا ما وجدت خروج عن اللائق في التعامل معك، من حقك أنك تقف وتحتج، لكن تثبت حالة وتثبت موقف عشان تقدر بعد كده تتخذ الإجراءات القانونية. في بعض الدوائر أو في إحدى المرات أحد المستشارين تعامل بشكل غير لائق مع أحد المحامين، وكان من الفراسة أنك تثبت حالة، وإثبات الحالة هنا يقتضي أن أنت تثبت ده في محضر الجلسة وتعترض على ده، وان ده اسلوب غير مقبول ولا يليق بالتعامل مع المحامين من قبل المحكمة، ان تتعامل بهذا الاسلوب وتطلب من المحكمة ان تثبت ذلك في محضر الجلسة ويتم اثباته والسكرتير يثبته وفي شهود في القاعة من المحامين ومن المتقاضين لاثبات الواقع اذا كان هناك تجاوز في حقك. لكن لا تتطاول، لا تكن عصبي في التعامل وحاد، لا تكن سريع الغضب، لا تبدأ بالغلط وأنت شاب في مقتبل حياتك حتى لا تخسر الكثير. وبالتالي أنا أرى أن من أهم آليات التعامل مع الهيئات القضائية هي الالتزام بالقواعد القانونية، وأن تكون الطلبات والتعاملات في إطار ما يسمح به القانون. دون ذلك أنت من الممكن أن تعرض نفسك للخطر. مهنة المحاماة لها قيمتها ولها عراقتها. كان الأمر زمان مختلف عن دلوقتي. كان شباب المحامين زمان منذ عشرات السنين، سنة 1900، كان الوضع مختلف غير الأيام دي، وكانت الناس بتتعامل بشكل مختلف وبآلية مختلفة، وكانت الناس شباب المحامين يتعاملوا مع بعض بصورة أكثر احتراماً، وكانت الهيئات القضائية بتتعامل مع المحامين بصورة أكثر احتراما، لأن كان في احترام متبادل بين المحامين وبعضهم البعض، وبالتالي انتقل هذا الاحترام إلى غيرنا من الهيئات القضائية، فكانوا بيعرفوا إزاي يقدروا المحامين. لكن لما احترامنا البعض قل، وده من العيوب والمساوئ، أن يكون في إهانة للمحامين لبعض أو التعامل بشكل غير لائق مع بعض أمام الهيئات القضائية، ده بيقلل منك وبيقلل من زميلك، وممكن يعرضكم لحرج أو للمسؤولية القانونية. أرجوكم اهتموا بهذه المسائل، راعوا دايما أن تضع لنفسك وأنت داخل المحكمة إطار وحدود
وغلاف زجاجي لا يمكن لأحد أن يخترقه أبدا طالما أنت موجود في المحكمة. تحافظ به على كرامتك، على اسمك، على سمعتك، على مكانتك، على علمك، على وضعك كمحامي، وأنت رجل ذو قيمة، رجل قانون، تعرف الحقوق وتعرف ما لك وتعرف ما عليك وتعرف كيف تدير الأمور. شكرا لكم. أحمد مهران.